الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، ونعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور، ومن السلب بعد العطاء، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لقائنا اليوم في وقفات نتكلم حول الموضوع الذي تعرضنا إليه في الأسبوع الماضي، وكنا قد تحدثنا أن الإسلام ينظر إلى الفقر على أنه عدو الإنسان، حتى قيل فيما قيل: لو أن الفقر غادر بلدة لطلب منه الكفر أن يلحق به وأن يغادر معه تلك القرية أو تلك البلدة. ولذلك رأينا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكفر كما يستعيذ من الفقر، ويستعيذ من الفقر كما يستعيذ من الكفر. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر، وجمع بينهما. وقال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: لو تمثل لي الفقر في شكل شخص لقاتلته، لأن الفقر منبوذ من الإنسان، ولأن الفقر كما جاء في الأثر كاد أن يكون كفرا، لأنه يؤثر في نفسية الإنسان. تصوروا الإنسان في حالة ضعف إيماني ويلحق عليه الفقر والاحتياج والعوز، ماذا عساه أن يكون هذا الإنسان؟ وكيف سينفعل وكيف سيرد الفعل حيال هذا الفقر؟ فربما خرج الإنسان عن طوره، وربما اعترض الإنسان هذا القدر، وأن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، ولكنه سيعترض على هذا القدر، لأنه قد يضعف الإنسان ويرى هذا الفقر الذي سلط عليه تسليطا، ويريد أن يتخلص منه فلا يكاد يستطيع هذا الإنسان. فربما رد الفعل ردا سيئا وردا سلبيا، وإذا بهذا الإنسان يعترض على حكم الله عز وجل. ولذلك رأينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كيف يعلم أصحابه، كيف يعلم الصحب الكريم، كيف جاء إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ويده كانت خشنة من العمل، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عبد الله، إنها يد يحبها الله سبحانه وتعالى، لأنها يد متاع كدح، متاع عمل، متاع الإنسان اللي ياخذ الفلوس من عرق جبينه، لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، مش يمشي الإنسان ويستسهل السؤال أو كتجي يوم القيامة نكتة على وجهه هك المسألة. ولذلك جاء أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، يسأله حاجة، يعني: يا رسول الله، راني محتاج ونحب على شيء من المال. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم هاك باش يعلمنا، كما علمه، كما علم الصحابة، كما علم الأمة بأسرها إلى يوم الناس هذا، إلى قيام الساعة يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نظر إليه وقال له: عندك حاجة في البيت؟ عندك شيء في البيت؟ قال: نعم يا رسول الله. إيش عندك في البيت؟ عنده ثوب خشن يلبس بعضه ويفترش البعض الآخر. أي وشنو عندك؟ عنده قدح من الماء يشرب منه الماء. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم: جيبهم الاثنين هذوما. خذاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من عند هذا الصحابي وهو جالس، وعرضهما النبي صلى الله عليه وسلم للبيع. عرضهم الرسول صلى الله عليه وسلم للبيع. من يشتري هذا؟ قال أحد الصحابة: أنا أشتريه منك يا رسول الله بدرهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، هذا قليل، من يزيد؟ من يزيد؟ فكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، حتى علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يتفاعل مع أصحابه. مش معناته لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحلش مشكلة بسيطة، هذه مش مشكلة بسيطة، هذه مشكلة تتعلق بالإنسان، والإنسان الذي كرمه الله عز وجل لابد أن الإنسان يهتم به ويعطيه كل اهتمامه. ولذلك قال: من يزيد؟ فنظر أحد الصحابة من الحاضرين يومئذ قال: يا رسول الله، أنا أشتريها منك بدرهمين. باعها الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر إلى الصحابي أعطاه الدرهمين في يده، قال له:
خذ بدرهم خذ طعاما لأهلك وانبذه إلى أهلك، اشتري به طعاما وانبذه إلى أهلك، هذا بدرهم. أي والدرهم الثاني شو هك التقسيم وهك النظام اللي يتعلم به الإنسان، مش عنده فلوس يمشي يصرفها ويقعد من بعد مكتف يده، لا، هك الدرهم اشتري بدرهم طعاما وانبذه إلى أهلك. أي والدرهم الثاني قال له اشتري به قدوما، كما المسحة كما الفاس، شيء من هذا القبيل. ذهب الصحابي ثم عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتريت بدرهم طعاما ونبذته إلى أهلي، واشتريت هذا القدوم بالدرهم الثاني. خذاها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وحطه في عود وربته، قالوا هذا القدوم اذهب واحتطب وما تجيني إلا بعد 15 يوما، امشي هاك عندك جمعتين في يدك، امشي واحتطب، امشي قص لحطب وكذا. جاءه بعد 15 يوما، عاد للرسول صلى الله عليه وسلم، وعاد إليه بقداش؟ بعشرة دراهم، معاش درهم ولا اثنين ولا ثلاثة، بعشرة دراهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هك خذ بها طعاما ولباسا والبقية هوك يعني باش يستمر بها الإنسان، نعم، من أجل أنه يكافح ويناضل في حياته اليومية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير هذا الإنسان الذي فعل وما فعل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وهك المسألة تأتي نكتة على وجهه يوم القيامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل، يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم. ها والرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، قالوا له حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، يعني كان يرعاها النبي صلى الله عليه وسلم على قراريط لأهل مكة. حتى الرسول؟ نعم، كل الأنبياء هكا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ورعوا الغنم. وكان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وهذا نداء إلى كل مسلم حتى يقتدي بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى الجلوس، ولا يرضى بالجلوس، ولا يرضى بأنه يبقى الإنسان يتكفف الناس. شوف الآن ظاهرة التسول كثيرة، وظاهرة التسول أصبحت يعني منتشرة هنا وهناك، كأنه الناس نعم تستخف بأنه أن يسأل الناس أن يعطاوها، وإلا ما عطاوهش أراه هذاك ماء الوجه. أن يحفظ الإنسان ماء الوجه، مش معناتها أنه الإنسان إذا سدت أمامه كل الأبواب، أوصدت أمامه كل الأبواب وأغلقت كل الأبواب أمام هذا الإنسان، معناتها كهو يرضى بالموت ويرضى بالجوع ويرضى الإنسان، لا، معناتها ما يلزه للمر كان الأمر منه. هذا ما يقع مع بني الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده. نعم، وإن داود عليه السلام كان يأكل من طعام يده. تعرف سيدنا داود عليه السلام ماذا كان يشتغل؟ كان يعمل حدادا، هكا مهنة متاع حدادة شريفة، خدمة متاع عرق جبين. سيدنا زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا، خدمة شريفة كنجار. سيدنا إدريس عليه السلام كان خياطا أو كي خيط الثوب. الأنبياء كلهم كانوا يرعون الأغنام، وكان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم. نعم، نحن في اللقاء الماضي قلنا أيها الإخوة والأحبة أن الإسلام ينظر إلى الفقر، ولابد أن يعالج الفقر قبل ما يأتي الفقر، مش لما يصب علينا القطر الفقر صبان وقتها نهرع من أجل أن نعالج الفقر. الإسلام من أساسه يرفض الفقر ويعالج الفقر، لأنه الفقر هو سبب من أسباب، ولا نبرر، هو سبب من أسباب الجرائم كلها بأنواعها المختلفة وبضروبها وأنواعها المتنوعة. يعني السرقة، القتل، هذه كلها، الخمر حتى ينسى الإنسان همه، يذهب الإنسان إلى المخدرات حتى يغيب عن وعيه من أجل أن ينسى أنه الوضع العائلي والأسري والوضع الاجتماعي الذي يعيشه، كل هذا بسبب هذا الفقر. لابد من القضاء على الفقر، ولكن بمعنويات مرتفعة، مش الإنسان ينظر أنه ما يخدم كان الخدمة الفلانية، لا، هو الأنبياء رعوا الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قبل البعثة، كان يتاجر بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. إذن التجارة ما هيش عيب، أن الإنسان يعمل أي عمل، وهذا صحابي جليل، نعم، يذهب ويحتطب وإذا به يكسب من عرق جبينه. أنا مرة من المرات واحد كان يحكي لي قصة من القصص في هذا الإطار، وفي هذا كان أحدهم يتذمر
ويمتعض من الوضع الاجتماعي والمالي والمادي الذي يعيشه. زاره في بيته أحد من الناس، مشالوا للدار وزاروا هذا الإنسان الفقير المحتاج، نظر قالوا طبعا أنت محتاج ودائما تشكو وديما دائما ما تشكي وتبكي وما عندكش وما عندكش. إني أرى في هذه الزاوية شيء من النحاس، يعني أكل القصعة متاع النحاس وأكل أشياء. قالوا نعم والله هذيك معناتها خلتها لي أمي الله يرحمها وما نستعملهاش. قالوا طيب هي قاعدة وهذه قيمة، لماذا لا تبيعها؟ بيعها وربما بذلك المال ربي سبحانه وتعالى ييسر لك الأمر. وإذا بهك الشيء النحاس اللي في داره كأن هي واقفة على باب رزق على هك الإنسان، كان يعني مسكرة باب الرزق على الإنسان. باعها هك الشخص، باع هك الشيء من النحاس وإذا بهك المال يعود إليه، وبدأ هك الإنسان بتجارة بسيطة جدا حتى أصبح من الأغنياء. يعني المشكلة أننا ننظر إلى الغنى أنه لا نرضى بأن نكون أغنياء في 10 سنوات، لأننا نريد أن نكون أغنياء في لحظة واحدة. نريد أن الإنسان يغمض عين يحل عين يلقى روحه من الأثرياء ومن الأغنياء وعنده الأرقام الخيالية في الحساب الشخصي متاعه في البنك. الدنيا ما تمشيش بهذه الطريقة. الدنيا نعم تتحرك بأسلوب كما أراده الله عز وجل، التأني هذاك هو اللي يدوم، الصبر هذاك هو اللي يدوم. نعم الإنسان يعمل ويكدح وينظر إلى البعيد ويأمل هذا الإنسان ويرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يصبح يوما من الأغنياء حتى يعين الفقراء، وأن يكون فردا في المجتمع يعين المحتاجين والمعوزين والمحتاجين في هذه الأمة وفي هذا المجتمع. ربنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة، شوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش ديننا مزيان وديننا رائع وديننا عظيم. ينظر الإنسان يوم الجمعة اللي هو يوم عيد المسلمين، يوم عيد المسلمين، ينظر إليهم فيقول ربي سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يعني لما أنت تكمل صلاة الجمعة اخرج يا أيها الإنسان وابتغي الرزق واضرب في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مش يبقى الإنسان مكتوف اليد وينتظر نعم أعطاه الناس أو منعوه. ولذلك يا أيها الإخوة والأحبة، عندما ننظر إلى معالجة الفقر في المجتمع، هي ما هيش مسؤولية الأغنياء فقط، حتى هي مسؤولية الشخص الفقير الذي لا يريد أن يتحرك ولا يريد أن يتخذ السبب وما عندوش هك النفس القوية وهك العزيمة والهمة من أجل أن يعمل، أن ينهض في الصباح. المؤمن شكون يرقد في الصباح؟ كان يخدم بالليل مسكين، كان اللي يخدم بالليل فقط. أما ذاك الذي يعمل، الذي يعمل بالنهار ويمكن أن يعمل بالنهار، لا يمكن أنه يبقى يعني حتى طلوع الشمس ومازال السيد راقد ويريد أن نعم يريد أن يكون يعني كافي خير وشر، أن يكون عنده حتى قوت يومه. ولذلك المؤمن يا أيها الإخوة والأحبة، هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقتدي بهم. شوف في بين المهاجرين والأنصار قصة عجيبة ورائعة. احنا نظن أن الأنصار لما عرضوا أمتعتهم ورزقهم وديارهم وثمارهم وأراضيهم على الصحابة قبلوها من أول وهلة. لا، الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من الأوس والخزرج عرضوا متاعهم وعرضوا أراضيهم وعرضوا أموالهم على المهاجرين، ولكن المهاجرون لم يقبلوا منهم. هذا عبد الرحمن بن عوف، دلوني على السوق، ذهب إلى السوق وذهب يتاجر وإذا به نعم تحركت معها التجارة وربي عز وجل يسر له الأسباب وأصبح نعم من الأثرياء ومن الأغنياء وأصبح يسترد في هك الأراضي اللي هي أخذت كرهن عند يهودي خيبر وعند بني قينقاع ويهود المدينة بصورة عامة الذين أخذوا أراضي هؤلاء المسلمين، على أنه هك إذا أنا ندينك فلوس وإذا كان وخرت رأينا خذ لك الأرض متاعك هذيك الرهنية اللي عندي. فيضعف هك الإنسان وما هوش قادر باش يرجع هك المال فتأخذ له أرضه. عبد الرحمن استرجع تلك الأراضي وقتاش؟ وقت اللي هو خدم رضي الله عنه وأرضاه. بقية الصحابة قالوا لهم لا ما نقسموش، يعني كيفاش يعني أنت تعطيني أرضك وتعطيني ثمارك وتعطيني كذا؟ لا. قال طيب اخدموا معانا أنتم بالجهد وبالذراع كما نقولوا احنا وباليد العاملة ونقاسمكم الثمار. قالوا سمعا وطاعة. ها فالحالة كما هكا نتقاسم
ونعمل من أجل هذا. أما الإنسان أن يأخذ هك اللقمة الباردة، لا، المسلم لا يعرف اللقمة الباردة، والمسلم يعرف أنه فرانكو راهو بالحلال، يأخذه بالعرق، يأخذه بالعمل، يأخذه بالمثابرة، مش كما بعض الناس اليوم يمتهنون السرقة، يمتهنون التهريب، يمتهنون الاحتكار، يمتهنون نعم السرقة من هنا ومن هناك، ويقطعون الطريق على هذا وعلى ذاك من أجل أن يأكل الحرام. الحرام اللي البدن والجسم اللي يتغذى بالحرام، النار أولى به والعياذ بالله. ذاك عمره ما كان هوك قالوا هما الذي يسرق لو اصبر على السرقة ونوى بها ونوى أنه ربي سبحانه وتعالى يعطيه ويسر له الرزق لفتح الله عز وجل له باب الرزق من الحلال وليس من الحرام، ولكنه استعجل وأراد العجلة في هذا المال فأخذه والعياذ بالله من طريق حرام. ولذلك يا أيها الإخوة والأحبة، احنا حتى الراو الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم كان فيهم التاجر، واللي كان فيهم صاحب حرفة، واللي كان فيهم يعني كلهم كانوا يزاولون أعمالا، مش والله لأنه هو إمام من الأئمة إذن سوف يعطونه من المال من الصدقات ومن الهبات ومن بيت مال المسلمين ومن أموال الدولة. أموال الدولة تلك أموال الفقراء والمساكين، مش أموال هذيك باش يقتطعوها البعض من هنا ومن هناك، إنما هي حق الفقراء وحق المحتاجين وحق أنه باش البلاد كلها تمشي نعم بانتظام وتسير في بنظام وتسير نعم في حركة صحيحة وفي حركة متوازنة، مش معناتها والله شيء هوني أكثر من شيء وشيء يضعف على شيء وتختل الموازين وبالتالي يقع عدم الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو العلمي وما شابه ذلك. ولذلك نحن نقول بالزكاة، الزكاة هذه يعني تعالج الفقر ونعم وتعالج ظاهرة الفقر في المجتمع، ولكن أيضا الزكاة قلت فيما مضى ولا زلت أقول الزكاة لا تعطى للفقير القادر على العمل، إنما تعطى للفقير الذي لا يستطيع العمل ولا يقدر على العمل، الفقير العاجز كبير في العمر وإلا ما ينجمش يخدم أي خدمة، نعم، أو الإنسان الذي لم يجد يعني طريقا للعمل ولم يجد بابا للعمل، يعني إنسان سبحانك يا ربي ما تغلقت أمامه كل الأبواب لم يجد عملا وهو فقير، أي نخليه الفقر؟ لا، المال الزكاة ينفع هذا الإنسان، ولكن إنسان قادر على العمل وعنده حرفة إذا نساعده على حرفته وحتى يعمل وحتى لا يمد يده إلى مال الزكاة. مال الزكاة للمحتاجين، للفقراء المحتاجين اللي هم غير قادرين على العمل، واللي هو قادر على العمل عليه أن يعمل طالما أنه عنده فرصة للعمل. إذا كان الزكاة أيضا لا تستطيع أنه تغطي حال الفقراء والمساكين، أيضا عندنا صدقات، إذا لما تعجز أيضا الدولة على أنه تغطي كل أحوال الفقراء والمساكين، أي نخليه الفقراء في فقرهم، لا، لابد عندئذ أن نستنهض همة المتصدقين والمتصدقات وأن يهرعوا إلى باب الصدقات وإعطاء الصدقات، ولو حتى الصدقة تفوت حتى باب الزكاة بأصله، ولذلك تعطى للفقراء والمساكين من أجل أن هذا يحل محل وهذا يعمل مشروع صغير أو مشروع متوسط ويعملوا معاه فقراء آخرين ويعملوا معاه فقراء مساكين آخرون وهكذا دواليك، حتى ننهض بالمجتمع وننهض بهؤلاء المحتاجين وننتشل أيضا هؤلاء الذين نعم تعثروا في مطبات الفقر والاحتياج والعوز. أيها الإخوة والأحبة، هذه وقفة، وقفة أخرى من وقفاتنا اليوم، أقف مع خبر في الحقيقة عندما قرأته يعني هزني. هذه وزيرة في دولة شقيقة وفي دولة عربية شقيقة، وزيرة تعبر فتقول: إني أرى الصلاة مهانة للإنسان، وإني أرى السجود إذلالا لهذا الإنسان، فعجبت لأمرها. وزيرة مثقفة كيف تقول أن السجود مذلة، وأن السجود والصلاة هي إهانة لهذا الإنسان، وأن العبودية لا يمكن أن تلصق في حق هذا الإنسان بهذا الشكل، ولذلك اختارت أن تصلي كيفما هي تشاء وتريد، لا كيفما أراد الشرع وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام وركوع وسجود، لأن الركوع والسجود تعتبرهما
إهانة لهذا الإنسان وإذلالا لهذا الإنسان، وهي لا تدري أنها بهذا الكلام إنما تؤذي كم أكثر من مليار من المسلمين، مليار ونصف المليار من المسلمين، وهي تؤذي بقولها هذا العدد الكبير وهذا السواد الكبير من المسلمين، وهي دون أن تعي ذلك ودون أن تدري. أيها الإخوة والأحبة، الصلاة مكرمة منحنا الله عز وجل إياها، الصلاة نعمة أنعم الله بها على هذا الإنسان كي يعرج بروحه، كي يسمو بنفسه. هذه الصلاة التي نعتبرها محرابا يخرج بها الإنسان من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، هذه الصلاة التي تعتبر ملاذا كان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، كان يجد فيها ملاذا مريحا، ملاذا مطمئنا، ملاذا يجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وكل مصلي يجد فيها السكينة لهذه الأنفس المضطربة القلقة. هذه الصلاة التي يقضي بها الإنسان كل شؤونه وكل ما يحتاجه عندما يتصل الإنسان بربه سبحانه وتعالى. قلنا وما زلنا نقول إن الصلاة عندما ترفع لا ترفع وحدها، إنما ترفع معها صاحبها، لأن الصلاة عندما ترفع شنو اللي ترفع في الصلاة؟ هي عبارة على حركات وعبارة على أقوال يقوم بها الإنسان، فتختلط الأقوال بالأفعال مع إخلاص وصدق وتوجه وضراعة وخشوع وخضوع، كل هذه المنظومة تقبل عند الله فيرفعها رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما يرفعها يرفع بها قدر هذا الإنسان، وعندما يرفعها يرفع بها روح هذا الإنسان، وإذا بنفس هذا الإنسان وروح هذا الإنسان تسمو وتزكو. ولذلك نجد في هذه الصلاة الطمأنينة والراحة والملاذ. الإنسان عندما تضيق به الدنيا إلى من سيشكو؟ وإلى أي محراب سيتوجه؟ عندما يتوجه إلى إنسان فقير وإلى إنسان محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، أليس هذا هو عين المذلة؟ أن يترك الإنسان ربه الذي خلق والذي أعطى والذي منع ويذهب إلى إنسان محتاج إلى ربه وفقير إلى ربه، نعم وعاجز أمام ربه سبحانه وتعالى فيسأله، فأيهما يجد الإنسان نفسه ذليلا؟ وفي أي حالة يجد الإنسان، نعم في حالة مهانة، عندما يقصد إنسانا ويسأله أم عندما يقصد ربه ويسأله؟ يا بني يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليس لنا أيها الإخوة والأحبة سوى أن نقتدي بهذا الكتاب العزيز، وأن نستنير بنور هذا الكتاب العزيز المنير، وأن نقتدي بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قلت فيما مضى وتحدثت عندما يقول الإنسان وهو في صلاته وهو يتوجه، نعم، إلى مولاه سبحانه وتعالى ويصفه ويمتدح خالقه عز وجل ويثني عليه بقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، وتحدثنا عن الزمن وأن الله تعالى استخلفك أنت يا أيها الإنسان في هذا الزمن حتى تصنع من الزمن حضارة أمة، وحتى تصوغ نفسك في هذا الزمن وفي هذا الحيز من الزمن حتى تصلح ذاتك وفكرك وعقلك وفؤادك. عندما يقف الإنسان أيضا بين يدي مولاه سبحانه وتعالى وهو يقول له سبحانه وتعالى إياك نعبد، العبودية اللي يعتبرها الناس مهانة وإذلالا، يا سيدي ما هو إذلال بين يدي الله عز وجل؟ وليس للإنسان، وليس لشهوة، وليس لملذة. نعم تعس عبد الدرهم والدينار، الذين يعبدون الدرهم والدينار، والذين يعبدون اللباس، والذين يعبدون الموضة، والذين يعبدون الناس، والذين يعبدون الأشياء، هؤلاء تعسوا في هذه الحياة. ولكن الذي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إذن العزة عندما يسجد الإنسان لربه ويخنع، عندما يخضع، عندما يخشع، عندما يذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا بالحق عز وجل يرفع قدره. ما هذه التهمة؟ وكأن الإنسان يتهم الأنبياء والرسل عندما سجدوا وعندما ركعوا، وكأن هذا الإنسان يتهم المسلمين عامة عندما يسجدون ويركعون. يا أيها الإخوة والأحبة، ما أعظم أن يقول الإنسان إياك نعبد، يعني الإنسان في كل الأحوال سوف يعبد، ولكن من سيعبد وكيف سيعبد وأين
سيعبد؟ الإنسان سوف يؤدي هذه العبادة على أي حال، ولكن كيف وأين ومتى؟ ولذلك الإنسان عندما كان يمكن أن يؤدي هذه العبادة كيفما يشاء هو، أو كيفما يشاء محيطه أو مجتمعه أو ربما تقاليده أو فكره أو ثقافته، عندما كان الإنسان يمكن أن يفعل هذا جعل الله عز وجل التقديم والتأخير، فقدم الله عز وجل الضمير أو الفاعل على الفعل، فقال إياك نعبد، أو المفعول على الفعل، فقال إياك نعبد أي لا أعبد سواك، فأخص ربي عز وجل بالعبادة دون سواه، إياك نعبد دون سواك. وعندما يدرك الإنسان أن معنى العبادة ومعنى عبد، وما قلنا فيما مضى هذا المعنى بصورة عامة، أن هك الإنسان كلمة عبد بمعنى يأتي الإنسان إلى الطريق فيعبده برجله، والعبد والإنسان عندما يعبد الطريق إنما يشكل طريقه، أيضا الإنسان عندما يقف بعبوديته أمام ربه عز وجل ويقول له إياك نعبد، فهو يطلب من الله عز وجل ويعترف أيضا أنه يريد أن يتشكل الشكل الذي يريده منه ربه سبحانه وتعالى، وفي الوقت الذي يبتغيه منه ربه جل جلاله الشكل أن يتشكل بعبادة يريدها الله عز وجل منه في ذلك الوقت بالتحديد وفي ذلك المكان في التحديد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن عندما يحين وقتها فالله عز وجل يطلب من هذا الإنسان أن يتشكل كما يريد الله عز وجل وليس كما يريد الإنسان، ولذلك يعترف الإنسان ويقر أنه يريد أن يتشكل كما يريد الله عز وجل ليس كما يريد هو. ولذلك هذا الشكل لابد له من قالب، يعني إنسان بشي يشكل حاجة بشي يشد طين، لأنه الإنسان من الطين ومن طبع هذا الطين أن يتشكل، ولذلك كان الإنسان يمكن أن يكون في طريق الخطأ كما يمكن أن يكون في طريق الصواب، وهكذا يتشكل الإنسان ويتشكل مزاجه بين رضا وسخط وبين فرح وبين حزن وبين جد وبين هزل، وهكذا يتنقل الإنسان من حالة إلى حالة. هذا التشكل ينبغي أن يكون كما هو في صلاته بينه وبين ربه سبحانه وتعالى إياك نعبد، فحركاتي كلها وسكناتي كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أينما ذهب الإنسان إلا وتشكل كما أراد الله عز وجل منه، بحيث تكون عبادة هذا الإنسان كما طلبها وكما أرادها الله عز وجل من هذا الإنسان. ولنا أن نتساءل أننا منذ بضع سنين ونحن نصلي ونؤدي الصلاة، ولكن هذه الصلاة لم تؤثر ولم ترقى بهذا الإنسان إلى مكان يليق بهذا الإنسان والتليق ويليق بهذه الإنسانية. أقول لأن الصلاة لم يؤديها الإنسان كما أرادها الله عز وجل منه. نعم إنه يؤدي هذه الطقوس، إنه يؤدي هذه الأشكال، إنه يؤدي هذه الصور، ولكن أين خشوعه، أين خضوعه، أين مناجاته، أين صلته بربه عز وجل، أين شوقه لهذه الصلاة التي ينتظرها بفارغ الصبر حتى يتواصل مع ربه عز وجل، حتى يتصل بربه سبحانه وتعالى. عندما يبلغ الإنسان هذا المبلغ أعتقد أنه يستطيع عندئذ أن تؤثر فيه الصلاة وأن تصلح من حاله، وأن يصبح هذا الإنسان صالحا في ذاته، مصلحا لمحيطه ولمجتمعه. ولذلك نسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأحبة أن ينعم علينا بهذه الصلاة، وأن ينعم علينا بتوجهنا له عندما نقول له إياك نعبد وإياك نستعين، وأن يمن الله سبحانه وتعالى علينا من رحمته ومن فضله ومن منحه، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.